إذ ما اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات. قدس اسمك ايات ملكوتك والمشيئه كما في السماء كذلك على الارض خبزنا غدنا اعطنا اليوم ولنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا ذنوبنا لنا وادخلنا في تجربه انجينا من الشرير سبحانك يا ربنا ان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعادتنا تدبنا إلى هذه الساعة أطلب لك أرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا وأقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيامة بين البطريرك الأنبا تودروس السائل
الثاني وشركائه في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقف المجتمعين معنا واغفر لنا خطايانا يا رب ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا كل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربه وكل فعل الشيطان ومؤامره الناس الاشرار وقيام الاعداء الخافيين والظاهرين انزع عنا وعن سير شعبك وعن هذا الماء وعن موضعك المقدس هذا اما الصالحات والنافعات فارزقنا اياها لانك انت الذي اعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. كنيانا يسون تنوش تميوت نمبشيرين ام بمن ام صواب تدريات صواب اموسيون شيرتي اكنسي Somanim bis no fenta agbe koe vorentene e novinem tidiyati kembere tidiyati kembere taktiz nekmazidin nente ebon kederen o شنوم بي اس ندوسي تطمسيناني ممنوتي بنوش شيريني ماري يا خير وشيري شيريني ماري يا طبيب شيريني خاين بنشتنا Angelo Sherebil Besod Ben Bevay Shenobi Shereni Sherobim Shereni Se Terafim Shered Amatir Nebunani Shereyo Annis Bineştiyem Ebaro Odromo Sherebiyo Vibsin Genisin Emanuin Sheren Asho Sons Ava Marcos Pite Orimon Sherezke Fenos Mi Chorvema Adiron Sherevar Chideyakun Oltesmon Sherenotinon Martiron Shereni Choygenge Teneo Shereni Astoborot بجوت بور غورغيو سودور بسرا تيلا تسوينو باتر مكوريو ومينا انتني بايان شربن الله بشوي باسمي بيروم انتني شربن الله بمي بمن ريد تبير بسكور يسود بان اسود انصاف تنفعو انصوب انصوب بنم شاين قلوب الصاد زنوت تنوش تمو تنتي اولا تنتي اولا روك اويو سيو سيسر قارب ونقم بن بدرين اي عشد بباب تدرس بارشير ما تقرو في جنب فسرونوس نم نفكج بين اللي ترغوس نني اود السواب انزين Ikeus nebis kobus netkin iman matagro eden noes nos iden nebel veyan Ketis oto kozis oa
كيوتنا أقدم بابن ما يسوى بجاب أشك صدي مونينان حمدي الله كعظيم رحمتك ومثلك أزرافاتك نمحو اسمي تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي اظهرني إني عارف بإسمي وخطيئتي أمامي في كل حين لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لك تتبرر في أقوالك طول ما تحكم لأني هذا بلا سامح نبيك وخطايا أهلت لأمي لأنك هكذا قد حبت الحق إذا وضحت لي غوامتك متك ومستراتها أنضح لي بزوفاك وأترك تغسلني وأبيض أكثر من الثلج اسمعني سرورا وفرحا فتبتاج عظام المنسح أزرف عنك كل خطايا وكل أثام قلبا نقيا نخلق فيها الله وروحا مستقيما جدا في عشاي لا تطرحني من قدام وجهك روح قدوس لا تنزعه مني نحني بهبة خلاصك وروح مدبر عددني وعلم الأثم وترك من أفهم إليك أرجعون نجيني من الدماء يا الله إلى خلاص ولا يتاج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي فاغبر في تسبيحك أنك لو أثرت تسبيح لكنت لن أعطي ولكنك لتصار معرقات فالذبيحة لا يروح من سحر قلب المكاسب المتواضع لا يرسل الله أنعم يا رب مسرتك على صهيون ضمن صار أورشليم عند سر ذبائح بر قربان معرقات القرون يسبح كرجول هالليلويا Lino yadok sasi ote emo سفر التكوين لموسى النبي بركته المقدسة فلتحل على جميعنا أمين. وظهر الرب لإبراهيم عند شجرة ممرة وهو جالس على باب خبائه وقت الظهيرة، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظرهم ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد على الأرض وقال: يا سيدي، إن كنت قد وجدت نعمة لديك فلا تتجاوز عبدك، فليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم ثم استريحوا تحت الشجرة، وأأخذ خبزا وتأكلون، وبعد هذا تمضون لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: افعل هكذا كما قلت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال لها: أسرعي وعجني ثلاثة مكاييل واصنعيها خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى أبقاره وأخذ عجلا رخصا حسنا وأعطاه لغلمانه ليعملوه طعاما، ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعه قدامهم وأكلوا بينما كان هو واقفا تحت الشجرة. وقالوا له: أين صار امرأتك؟ أما هو فأجاب قائلا: ها هي داخل الخباء. فقال: إني أرجع إليك في مثل هذا الزمان المقبل ويكون لسارة امرأتك ابن. فسمعت سارة وهي عند باب الخيمة من خلفه، وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في أيامها، وقد انقطع أن يكون لسارة كما للنساء. فضحكت سارة في نفسها قائلة: أيكون لي هذا الآن وقد شاخ سيدي؟ فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة في نفسها قائلة: أترى بالحقيقة أألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الله شيء؟ في مثل هذا الزمان أرجع إليك في الزمان المقبل ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك، لأنها خافت. فقال: لا بل ضحكت. ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وعمورة، وكان إبراهيم ماشيا معهم ليشيعهم.
فقال الرب: هل أخفي ما أنا فاعله عن عبدي إبراهيم؟ وإبراهيم يكون أمة عظيمة وكبيرة، وتتبارك به جميع أمم الأرض، لأني علمت أنه يوصي بنيه وبيته من بعده فيحفظوا طرق الرب ليعملوا برا وعدلا. لكي يعمل الرب لإبراهيم بما تكلم به معه. وقال الرب: إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر، وخطاياهم عظيمة جدا، إني أنزل لأعرف هل صراخهم الآتي إلي قد كمل أم لا. وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم، وأما إبراهيم فكان لم يزل واقفا أمام الرب. فاقترب إبراهيم وقال للرب: لا تهلك البار مع الأسيم فيكون الصديق مثل المنافق. مجدا للثالوث القدوس. من سفر أمثال سليمان الحكيم، بركاته على جميعنا أمين. الحكمة بنت لها بيتا ودعامته بسبعة عمدان، وذبحت ذبائحها ومزجت خمرها في البواطئ، وهيأت مائدتها وأرسلت عبيدها لتدعو بصوت عالي على الزوايا قائلة: من كان جاهلا فيكم فليأتي إلي، والناقص علما فليقبل نحوي، فأقول لهم: تعالوا إلي وكلوا من خبزي واشربوا من خمري التي مزجتها لكم. اتركوا الجهالات فتحيوا، اطلبوا الحكمة فتعمروا، وانهضوا الفهم بالعلم. من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك، وبخ الجاهل فيمقتك. اعط الحكيم سببا فيزداد حكمة، علم صديقا فيزداد قبولا. بدء الحكمة مخافة الرب، ومشورة الأبرار فهم، معرفة الناموس للفطنة الجيدة. وبهذا النوع تعيش زمنا كثيرا وتزداد سنو حياتك. مجدا للثالوث القدوس، الآب والابن والروح. ومن سفر الخروج لموسى النبي، بركاته على جميعنا أمين. حينما عبر إسرائيل البحر الأحمر ودست أرجلهم البحر، انطمس أعداءهم في العمق، وانغمست أرجل العساكر في الماء قصرا. وأما أرجل إسرائيل وجميع بيت يعقوب رقصت ونجوا من الهلاك، وقالوا: هذه التسبيحة، فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد. مجدا للثالوث القدوس، إلهنا آمين. من سفر يشوع بن نون، بركاته على جميعنا أمين. يشوع وكافة الشعب عبروا الأردن، ووطأت أرجلهم الحجارة التي في المياه، فتوثقت أقدامهم وأهلكوا أعداءهم. مجدا للثالوث القدوس، إلهنا الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. من إشعياء النبي، بركات المقدسة فلتكن معنا، آمين. في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا، وثمر الأرض فخرا وزينة للناجحين. من إسرائيل ويكون إن الذي يبقى في صهيون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوسا. كل من يكتب للحياة في أورشليم إذ غسل اليد قدر بنات صهيون. مجدا للثالوث القدوس، إلهنا الآب والابن والروح القدس. وأيضا من سفر إشعياء النبي، بركاته المقدسة فلتكن مع جميعنا، آمين. أيها العطاش اذهبوا إلى المياه، ويا من ليس لهم فضة اذهبوا واشتروا لتأكلوا وتشربوا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. لماذا تشترون بفضة وتعبكم لغير شبع؟ اسمعوا لي فتأكلوا الخيرات وتتلذذ بالدسم نفوسكم. أميل آذانكم وهلموا إلي أطيعوني فتحيا نفوسكم بالخيرات، وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة.
هوذا قد جعلته شاهدا في الأمم ورئيسا وموصيا للشعوب. ها أمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لا تعرفك تركض إليك من أجل إله قدوس إسرائيل، لأنه قد مجدك. اطلبوا الرب وحين تجدوه ادعوه ما دام قريب منكم، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتوب إلى الرب فيخلصه، لأنه بكثرة يغفر لكم خطاياكم. لأن أفكاري ليست كأفكاركم ولا طرقكم كطرقي، يقول الرب. لأنه كما ناءت السماوات عن الأرض، هكذا ناءت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما إذا نزل المطر أو الثلج من السماء لا يرجع حتى يروي الأرض ويجعلها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للأكل، هكذا تكون الكلمة التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي حتى تكمل ما أريده وتقوم طرقي وأوامري. لأنكم بفرح تخرجون وترجعون، لأن الجبال والآكام تشيد أمامكم ترنما، وكل شجر الحقل تصفق بأغصانها، عوضا عن الشوك ينبت سرو، وعوضا عن القريص يصعد آس، ويكون للرب اسما علامة أبدية لا تنقطع. هكذا قال الرب: احفظوا الحق الحكم واجروا العدل، لأنه قريب مجيء خلاصي واستعلان بري مجدا للثالوث القدوس الآب والابن. من سفر حزقيال النبي بركاته علينا امين. هذا ما يقول الرب الاله: اني سأنضح عليكم ماء مختارا فتطهرون من جميع خطاياكم ومن ثائر اسامكم، واعطيكم قلبا جديدا واجعل في داخلكم روحا جديدا، وانزع القلب الحجري من اجسادكم واصير روحي داخلكم، واصنع بكم كمثل الابناء الاحباء، واجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون بها، لكي تسكنوا على الأرض التي أعطيتها لآبائكم وتكونون لي شعبا، وأنا أيضا أكون لكم إلها وأطهركم من جميع آثامكم مجدا للثالوث الأقدس لنا. وأيضا من سفر حزقيال النبي بركاته المقدسة فلتكن معنا أمين. ثم حملني الروح وأدخلني من باب البيت، إذ بماء يخرج من تحت أسقفة البيت نحو المشرق، لأن وجه البيت نحو المشرق، وكان الماء منحدرا من الجانب الأيمن للبيت على جنوبي المذبح. ثم أخرجني من طريق باب الشمال وضاف بي إلى الباب الخارجي من الباب الذي يتجه نحو المشرق، وإذ ماء كان يجري تحت الجانب الأيمن كمثل إنسان قدامه وقصبة في يديه، فقاس ألفا بالقياس وعبر في الماء، وكان الماء إلى الركبة. ثم قاس ألفا أخرى بالقياس وعبر في الماء، فكان الماء إلى الحقوين. ثم قاس ألفا أيضا في واد لم أستطع عبوره، لأن المياه طمت كمياه في واد منحدر لا يعبر. وقال لي: أرأيت يا ابن الإنسان؟ ثم ذهب بي وأرجعني إلى شاطئ النهر، وإذ عند رجوع أشجار كثيرة جدا على شاطئ النهر من هنا ومن هناك. وقال لي: هذه المياه خارجة من الجليل الذي بالدائرة الشرقية، وتنحدر إلى بلاد العرب وتذهب إلى البحر على الماء الجاري، فتطهر سائر المياه فتطهر سائر المياه، ويصير أن كل نفس حية تدب حيثما يتبدد ماء هذا النهر عليها تتطهر من كل شيء، وكل ما يأتي عليه ماء من هذا النهر يطهر ويحيا مجدا للثالوث القدوس الآب. And
لأبينا القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بركته المقدسة تكون معنا أمين. فلنستحي الآن يا إخوتي من الذي تألم عنا، ولنخف من الذي اشتد بمنديل وصب الماء في المغسل وغسل أرجل تلاميذه بيديه الطاهرتين، ولنصنع ثمارا تستحق هذا الاتضاع العظيم الذي صار فيه من أجلنا لكي نتوب سريعا عن خطايانا التي ارتكبناها، لأننا إن لم نتوب فسيقال عنا في السماوات إننا محبون للخطايا. فماذا يكون رجاؤنا بعد إذ طردنا من السماء وطرحنا إلى الحكم ورفضنا لأجل خطايانا وندان دينونة مضاعفة؟ لا لأننا أخطأنا بغير معرفة فقط، بل لأن ما عملناه بمعرفة كان أردأ مما عملناه بغير معرفة. ولا لكوننا أخطأنا فقط، بل لكوننا لم نتب. لماذا لم تعرف الخراف صوت الراعي الحقيقي المحي وتلتجئ إليه وذلك الذي اشتراها بدمه وأعالها وسلم ذاته فدان عنا الذي أعطانا جسده لنأكله ودمه لنشربه؟ يسوع المسيح ربنا ومخلصنا، يسوع الإله ابن الإله العلي الكائن في العالي إلى الأبد. نختم.
بولس فصل من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الأولى إلى تلميذه تيموثاوس بركاته على جميعنا أمين. صادقة هي الكلمة ومستحقة أن نقبلها بكل القبول، لأننا من أجل هذا نتعب ونعير، لأننا توكلنا على الإله الحي الذي هو مخلص كافة الناس ولا سيما المؤمنين. أوصي بهذا وعلم، لا يستهن أحد بحدثتك، بل كل مثال للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الإيمان، في الطهارة إلى أن آجي. اصغي إلى القراءة والصلاة والتعليم، لا تتوانى في الموهبة التي فيك، فهذه أعطيتها بالنبوة وبوضع أيدي الخصوصية. ادرس هذه المناقب وكن فيها لكي يكون تقدمك ظاهرا لكل أحد. احتفظ بنفسك وبالتعليم وداوم عليها، لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك. لا تنتهر شيخا، بل عزه كأب، والأحداث كإخوة، والعجائز كأمهات، والحديثات كأخوات بكل طهارة. اكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل، ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو أحفاد فليتعلموا أولاً العبادة في بيوتهم، ويكرموا أباءهم الأولين، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. لكن التي هي بالحقيقة أرملة وبقيت وحيدة فقد ألقت رجاؤها على الله، وهو يتواظب على الطلبات والصلوات ليلاً ونهاراً. وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. فأوصي هؤلاء الأخريات لكي يكن بغير حجة، وإن كان أحد لا يهتم خصوصاً بأهل بيته فقد أنكر الإيمان وهو أشر من غير المؤمن. ولا تدع أرملة إن لم تكن أقل من 60 سنة، امرأة رجل واحد، ويكون مشهوداً لها في أعمال صالحة، وتكون قد ربت الأولاد وأضافت الغرباء وغسلت أرجل القديسين وساعدت المتضايقين واتبعت كل عمل صالح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. أمين. Agios Theos, Agios Ischeros, Agios Asanatos, O Ekbarthenu, Genethis Eleison Emes. Agios Theos, Agios Ischeros, Agios Asanatos, O Ekbarthenu, Genethis Eleison Emes. Agios Theos, Agios Ischeros, Agios Asanatos, O Stavros Dimes, Eleison Emes. يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لأنكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع نعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة. قديسي صلوا من أجل إنجيل المقدس يا رب. أريد مبازون بني بن هني بن يتابعون هنان يربويخن انتي ونمن انطاب اتنير موب شياروك بشويس بنو يتاور شرب قد بامتنا
نيت شوني مطال شو أوجن ثغار من ختيرو نمبن هوجاي تيرو نمتن ألبس تيرو نمبن طال شو تيرو نمتن أناستاسيس تيري صن مصودا في دليلية Eke enoche goyim bekshenhi sobon ei eto von Eke erachtei ovash eote Son te venchit evno o ti o ebne ma efsoton arat fin veri chenet sochon emon alleluia maruches finet ecclesia in te beflan eons Tot emevrit naniso, even avendene sultan oeve. Oh, 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 no. Oh, 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 Kata et taksis emmel shise edek Shoy sawe namun mumkin yorke suwe ben batri yashis Baba baba vaduzi mahe esna Nemnen yodim ebis kobos ni etkinen Amen. Shoy sebe ale vedeon. Ale. Stathete metafo botheo akosomento agio evangelio. Ten chefe se convrapso e se gom, kiria flogso tocata Ioannen agio evangelio. Το ανανοσμά Τον ψανσικηρέιε Ταρατήλο με ζαμίρα Μίνα Δαούδ Ναμπήλο Αλμαλικ Τάχερ Παρακάτω Αλα Γαμίανα Τάντα Αλα Ιαμζβα Καφάτουρ Τεγσίν Φαβιάδ Αξαρ Μίνα Σελγί قلبا نقيا تخلق في الله وروح المستقيم قدد في عشائي فليرفع في كنيسة شعبه وليبارك على منابر الشيوخ لأنه جعل الإبوة مثل الخراف يبصر المستقمون ويفرحون أقسم الرب ولم يندم أنك أنت هو الكاهن وإلى الأبد على تقسيم القي صادق
الرب عن يمينك يا بان الطاهر البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني وشركائك في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقف المجتمعين معنا الرب يحفظ لنا حياتكم أمين باسم رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملك نفوسنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وقبل عيد الفصح راى يسوع إن ساعته قد جاءت لكي ينتقل من هذا العالم ذاهبا إلى الآب وقد أحب خصته والذين في العالم أحبهم إلى النهاية ولما كان العشاء وكان الشيطان قد فرغ مما يلقي في قلب المزمع أن يسلمه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي فإذ رأى يسوع أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي قام من العشاء وخلع ثيابه وأخذ منديلا واتزر به ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل تلاميذه ويمسحها بالمنديل الذي كان متزرا به فجاء إلى سمعان بطرس ليغسل رجليه فقال له بطرس يا رب أتغسل رجلي أجاب يسوع وقال له إن الذي أصنعه أنا لا تعرفه أنت الآن ولكنك ستعرفه بعد ذلك قال له بطرس لن تغسل رجلي أبدا أجاب يسوع الحق الحق أقول لك إن لم أغسل رجليك فليس لك معي نصيب قال له سمعان بطرس يا رب ليس رجلي فقط بل ويدي أيضا ورأسي قال له يسوع إن الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلى غسيل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم أيضا طاهرون ولكن ليس كلكم لأنه كان عارفا بالمزمع أن يسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرين فلما غسل أرجلهم أخذ ثيابه وإذ اتكى أيضا قال لهم أتفهمون ما قد صنعته بكم أنتم تدعون المعلم والرب وحسنا تقولون لإني أنا هو فإن كنت أنا ربكم ومعلمكم قد غسلت أرجلكم فأنتم أيضا يجب أن يغسل بعضكم أرجل بعض لأن ما صنعته لكم هو مثال حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا بعضكم ببعض الحق الحق أقول لكم ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله فإن عملتم هذا فطوباكم إن عملتم والمجد لله دائم في صوت بر صوت صام نمفو Oh,
Christus den Theoten, du endigst mit Asus, wie mein Romi, rief mir im Schuss in die Etscho. Christus benuti rehmut nan nemo empi oga en empi talcho entefkan en novena nevo inele tadom bil marahim warrafat shfihom انزعلهم وكلنا كل ما ندعو كل الثقة من روح الأمراض اطرده والذين ابطأوا مطروحين في الأمراض اقمن معزهم الذين ولم يكن عاملين من روح نجزعتكم جميع الذين في السجون المطابق الذين في نافية والسبب أو المقبوض عليهم في عبودية المرة يا رب اعتكم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الاستحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء ما ليس لا رجاء معين ما ليس لا معين عزيز
صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المضايقة المقبوضة لاتي يا رب رحمتي نعمة مونة خلاصا أعطي غفرا خطاياها وأثامها ونحن أيضا يا رب أمراض نفوس نشفيها والتي لأجسادنا في الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا أجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصي يا رب بس بماي رومي أريف ما بيب شويس إن نيوتي نمني نسنيو إطاف شيب شمو بجن نيوتي نمني نسنيو إطاف شيب شمو ين يتمي بيشيخ ميني بن سوتون نموي تيرو إنتي بوليتي نفيوم يني أرو يني لمني يني مويت موشي يبيا إير يبيا بير يبوجن موشي ينريتي نفين هين أنت بخريستوس من نوتي تستوؤو إني أتينو إما إنشو بخن أهيريني انت فكان النوبين عن إيبول يلي 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 يسول يلي ثمي بشيخن ميني فين سطون نموي تتيرو إيتيفول خيتين في يوم يعني عروقو يعني لمن يعني موي تموشي يبقيرن بجن موشي نريتيني فين وقن فين اتخن ميني فين ما يتفقو إخون إيقولي مين انقامي إيقولي مين انت بيقو جاي أريكا تاكسن إير إجبير إن ششير إجبير نموشي نمو ميتو إنتنو خنو راشي براشي خنو توقو إفتو جيوت أري إجبير إن إرهوب نمنك إيوي آيك خن هوب نيفي إنن أغاثون أنون ذي هونيب تشويس تن متري من قولي تخن باي في يوسفاي أريه إيروس إن أتبلافي إن أتشيمون إن أتشترتي إرشايفون تفضل يا رب أهوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها اطلبوا أهوية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لك المسيح إلى هنا يباركها وكمل سالمة بغير آفة ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم أسعدك مقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض وليروح حرصها ولتكسر أسمارها عندها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا قلوبهم فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
لي يا رب ارحم. اذكر يا رب رئيس أرضنا عبدك. اطلبوا لك المسيح إلهنا يعطينا رحمة ورافقة أمام السلاطين العزاء، ويعطف قلوبهم علينا بالصلاح في كل حين، ويغفر لنا خطايانا. احفظه بكل سلام وعدل وجبروت، ولتخضع له كل البربر الأمة الذين يردون الحروف في جميع ما لنا من الخزب، تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أن يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس، لكي نعيش نحن أيضا في سيرة هادئة سكنة، ونوجد كائنين في كل تقوى وكل عفاف بك يا رب ارحم. أيضا فلنسأل الله دوبة كل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. لحق يا محب البشر، اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا أبائنا وإخواتنا. اطلبوا عن أبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البت، أبائنا القديسين رأسا لا ساقفة، أبائنا لا ساقفة، أبائنا القمامسة، أبانا قصوص أخواتنا الشمامسة، أبانا الرهبان، وأبانا العلمانيين، وعن نياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا. يا رب يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كلهم في موضع خضر على ماء الروح في فردوس النعيم، الموضع الذي يهرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك، وكم أكسدهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، أبلهم خيرات مواعيدك ولم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما عددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، إن كان قد لحقهم تواني أو تفريط زهم بشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم. أنت كصالح ومحب للبشر، اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها، يا رب نيحهم واغفر لهم، إنه ليس أحد طار من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض، أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، أما نحن هب لنا كملنا المسيح الذي يرضيك أمامك، أعطهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفاة قديسك يا رب ارحم. فلنسأل الله إله أبدا الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. اطلبوا من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب سعد وقربين شكر الذين يقربون لك كرامة ومجدا لاسمك القدوس. اطلبوا على المهتمين
بالصاعد والقرابين والبخور والزيوت والبخور والسطور وكتب القراء وأن المذبح لكان المسيح إلى هنا يعود في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا. على مذبحك المقدس الناطق السماوي راحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورسامتك المقدسين كما قبلت لي قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفتسي الأرمال هكذا أيضا نزور عبيدك يا رب اقبلها إليك أصحاب القليل وأصحاب الكثير الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطهم الباقيات عوض الفنيات السمائيات عوض الأرضيات الأباديات عوض الزمانيات بيوتهم وخزنهم لها من كل الخيرات أحدهم يا رب قوة ملائكتك ورسامتك الأطهار وكما ذكروا اسم قدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنا يا رب اذكر يا رب موعوزي شعبك ارحمهم اطلبوا عن موعوزي شعبنا لك المسيح الهنا يباركهم ويثبتهم في الايمان المستقيم الى النفس الاخير ويغفر لنا خطايانا يا رب ثبتهم في الإيمان المستقيم بك كل بقية عبادة الأوثان انزحها من قلوبهم ناموسك خوفك وصياك حقوقك أمرك المقدسة ثبتها في قلوبهم يعطيهم أن يعرفوا ثبات الكلام الذي وعدوا به وفي الزمان المحدود فليستحقوا حميم الميلاد الجديد لغفران خطاياهم استعدهم هيكلا لروحك القدوس يا رب اشتد بمنديل وستر كل عراء آدم وأنعم علينا باللباس البنوة الإلهية نطلب إليك يا المسيح إلى هنا اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم يا من أجل محبته للبشر صار إنسانا وبمحبته لنا اشتد بمنديل وغسل أدناس خطايانا نسألك يا المسيح إلى هنا أن تسمعنا وترحمنا يا رب ارحم يا من أعد لنا طريق الحياة بواسطة غسل أرجل رسله المختارين الأطهار نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا يا رب ارحم جعل مشي على المياه ومحبته البشر غسل أرجل تلاميذه نسألك أيها المسيح لأن تسمعنا وترحمنا يا من التعب النور كالثوب واشتد بمأزره وغسل أرجل تلاميذه ومسحها نسألك أيها المسيح لأن تسمعنا وترحمنا اللهم ارحمنا جميعا كعظيم رحمتك نطلب من صلاتك أيها ربي لنا أن تستجب لنا وترحمنا أيها المسيح الرب إلهنا ضابط الكل رازق المواهب الإلهية للذين يخدمون اسمك القدوس الذي ينمي وربي وعول الكل ويقوتهم بمحبته نطلب إليك يا المسيح لنا استجب لنا وارحمنا يا رب ارحم يا من جمع المياه إلى مجمع واحد وجعلها حتى فوق السماوات نطلب إليك يا المسيح لنا استجب لنا وارحمنا يا رب ارحم الذي كان الماء بيده وقاس السماء بشبره والأرض كلها بقبضته نطلب إليك أيها المسيح إلهنا استجب لنا وارحمنا يا رب ارحم الذي سير يا نبي الأودية أنهارا بإرادته المقدسة ومحبتك الغير مدركة للبشر
أعددت لنا كل شيء لخدمتنا وخلقت الكل من لا شيء. نطلب إليك أيها المسيح لا ونستجب لنا وارحمنا يا رب وارحم. هكذا أيضا أيها المعطي الحق وعزم الغنى ومحبة البشر يا إله الرحمة افتقد الأرض ارويها بصعود النار فتصبح الحسن. نطلب إليك يا مسيح لا نستجب لنا وارحمنا يا رب وارحم. ليروح أرصابك تكسر ثمارها بصلاحك. نطلب إليك يا مسيح لا نستجب لنا وارحمنا يا رب وارحم. فرح بك الأرض جددها دفعة أخرى اصعد نهر النيل كمقداره. نطلب إليك أيها المسيح إله نستجب لنا وارحمنا يا رب وارحم. بارك إكليل السنة بصلاحك وبقاع الأرض املاها من الدسم ليكسر حرصها ولتتبارك ثمرها. نطلب إليك أيها المسيح إله نستجب لنا وارحمنا يا رب وارحم. لتفرح حدود كورة مصر ولتتهلل الأكام بفرح من قبل صلاحك. نطلب إليك أيها المسيح لا نستجب لنا وارحمنا يا رب وارحم. اللهم خلص شعبك بارك ميراثك. افتقد العالم أجمع بالمراحم والرفاطف عشان المسيحيين بقوة صليبك المحي. نطلب إليك أيها المسيح لا نستجب لنا وارحمنا يا رب وارحم. اعطي طمأنينة وثباتا وسلاما للممالك بصلاحك. انعم لنا بالخزب ومراحمك لسائر فقراء شعبك ولتبتهج قلوبنا بطلبات أمك العذراء الطاهرة مريم وقديس يوحنا المعمدان وكافة أبانا الرسل قاطبة. نسألك المسيح لا نستجب لنا وارحمنا يا رب وارحم. كريه ليسون 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 يا رب ارحم. كريه بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله كان مخلوق مساوي الآب في الجور الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنت تعلم قرى قام من الأموات اليوم السادس كما بالقدوة صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأت في مجدي لأني أحيا والأموات القضاء نعم بالروح القدس الرب المحيم بصم الآب نزل اللون ومجدهم على الآب والابن الناظر بأنبياء وكنيسة يا مهر السريع ونعترف معمودية واحدة في الخطايا وننتظر قيامة الأم راشي
رومويس ناتولاس فليبساتي بروس خومي بيتن برد فيان ديد دوتو كون زوار ماريا بشوي صاري مطنان بكوي بولن تننو تنوش تمو بلسود نم بكيون نعفود نم ببن مايت أبجي أباش كاكسود إمون إلي أوز إيرينيس تيسيا إنسي محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم ومع روحك أيضا ارفعوا قلوبكم ومستوجب مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب لأنك بالحقيقة مستحق وعادل أكرمك وأرفعك وأباركك وأمجدك أسجد لك وأشكرك في كل زمان لأجل الخيرات التي صنعتها معنا أنت هو الإله الحقيقي وحدك الكائن منذ البدء الذي أظهر المياه في علله الذي جعل المياه الكثيرة في فلك السماء هؤلاء يباركون اسمك القدوس يا ملك الخليقة كلها يسوع المسيح نسجد لك أيها الجالس على كرسي مجده الذي تسجد له جميع القوات المقدسة أيها الجلوس إن الملائكة ورؤساء الملائكة والرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب كل الأرواح الخدام وكل الجمع غير المحصى من القوات الملائكية هؤلاء القيام أمامك بخوف ورعدة يسبحون عظماتك الذي يقف حولك القوات الطوباويين الشيروبيم والسيرافيم هؤلاء يقدسونك ثلاثة مرات كل حين ونحن أيضا اجعلنا مستحقين أن نسبحك معهم ونباركك بأصوات المجد قائلين الشيروبيم يسجدون لك والسيرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك Agios, Agios, Agios.
قدوس قدوس أيها الرب قدوس أنت في كل شيء لأنك أنت الإله القدوس الحقيقي يسوع المسيح الإبن ذكر كل الخليقة الكائن في مجد عظمته الذي ليس أحد يعرف كما لاهوته الحال فيه جسديا ليس هو اختطافا ما نويت لتصير مساويا لله أبيك لكن بإرادتك وحدك أخذت شكل العبد وصرت إنسانا بالحقيقة تجسدت في بطن الغير دنسة والدة الإله القديسة مريم أنت الذي لبست الطهارة ولم تخطئ أبدا دفعت ذاتك إلى الصليب المقدس من أجل خلاصنا وضعت لنا هذا المثال إذ قمت من العشاء وأخذت منديلا اشتديت به وصببت ماء في المغسل وابتديت تغسل أرجل تلاميذك وتمسحهما بالمنديل الذي كنت متزرا به وأعطيتهم رسم المحبة وترتيب التواضع وتذكار محبتك للبشر إذ قلت لهم أنا غسلت أقدامكم معلما وربا فيجب عليكم أن يغسل بعضكم أقدام بعض مثل ما صنعت بكم وكما صنعت بكم اصنعوا أنتم أيضا ببعضكم بعضا وأمرتهم بوصاياك وأمرك إذ قلت أحبوا بعضكم بعضا وبهذا يعلم كل واحد أنكم تلاميذي إذ أحببت بعضكم بعضا وعلمتنا نحن أيضا المحبة والوحدانية وأصلحتنا مع أبيك من جهة غسل أرجل تلاميذك ونقاوت هذا المثال الحقيقي ومن قبل تعطفك ومجيء محبتك للبشر صنعت كمال حريتنا عندما استعظم بطرس لاهوتك وامتنع قائلا لا تغسل رجلي للأبد فسمع القضية الحقيقية إذ لم أغسل قدميك فليس لك معي نصيب أما هو بإمانته صرخ قائلا يا سيدي ليس رجلي فقط بل ويداي أيضا ورأسي قدسني بالكلية فسمع أيضا صوتك الإلهي الغير الكاذب أن الذي استحمى لا يحتاج إلا إلى غسيل قدميه لأنه كله ناقي من أجل هذا نسأل ونطلب منك يا ربنا يسوع المسيح اجعلنا مستحقين وحل في وسطنا الآن كما كنت مع تلاميذك الرسل القديسين طهر كما باركت في ذلك الزمان بارك الآن آمين طهر هذا الماء ليكون ماء الشفاء آمين آمين ماء مقدسا آمين آمين ماء لغفران الخطايا آمين آمين ماء الطهارة آمين آمين خلاصا وصحة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا آمين موهبة طاهرة آمين آمين ومحبة لبعضنا بعضا وحواسا نقية آمين آمين لكي نستحق فضيلتك المقدسة علمنا إياها من قبل محبتك للبشر آمين عندما نغسل أرجل بعضنا بعضا لنستحق أن نكون في ميراث تلاميذك الأطهار آمين آمين طهر إنساننا الداخلي بثمرة هذا السر آمين آمين انعم لنا بغفران خطايانا بحلول روحك القدوس علينا ليطهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا من كل دنس الجسد وكل نجاسة وكل خطية آمين آمين إن احنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو
لا تدع شيئا من الآثام يتسلط علينا. أنعم علينا بحواس حكيمة وسلوك ذي وقار وأمان، لكي نأتي إليك لنجد رحمة أمامك ورأفة. آمين. نطلب إليك يا الله الحقيقي لكي ترسل علينا وعلى هذه المياه روحك القدوس الباراقليط جابل المياه، يا خالق الكل يسوع المسيح ربنا الذي صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي واعترفت قائلا إني أنا هو ابن الله. نؤمن أنك أنت هو ابن الله بالحقيقة. طهر هذا الماء بقوة روح قدسك لكي يبطل قوات العدو، قوات المضاد المقاتل لنا، ينتهر كل الأرواح النجسة وكل سحر وكل رقية وكل عبادة الأوثان. فلتهرب من هذا الماء كل قوة المضاد بعلامة صليبك المقدس يا ربنا يسوع المسيح. أظهروا ماء الشفاء. آمين. ماء الطهارة. آمين. ماء مغفرة الخطايا. آمين. ماء الخلاص. آمين. واجعلنا مستحقين البنوة لكي نصرخ نحو أبيك الصالح والروح القدس قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. احنو بالمسيح يسوع ربنا فلاستحق مع روحك أمامك يا رب بخوف الله. آمين. نعمتي صوم أيها السيد الرب يسوع المسيح، كانت أن قطع كل ربطات خطايا من قبل أهلا مخلصا محيا من غفرتم لهم خطايا غفرت من أمسكت ما علي أمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا نعمت الذين نعمله في كانوت في كل زمان في كنيستك المقدسة، أغفر الخطايا الأرض وتحل كل ربطات الظلم. الآن طبعا عبيدك أبنائي وخطي وضعفي هؤلاء محيين برسام مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايا. إن كنا قد أخطأنا لك شيء بعلمه أو بغير علمه أو بقزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصار القلب، فأنت كصالح حب البشر اللهم نم علينا بغفران خطايانا، باركنا طهرنا حالنا وحال سائر شعبك. مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوسنا الروح القدس. آمين. واحد والاب قدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس. آمين. مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوسنا الروح القدس. آمين. صوبنا يوز بطير صوبنا يوز إيوز انتوبنا يون ابن آمين. مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوسنا الروح القدس. آمين. واحد والاب قدوس، واحد والابن قدوس، واحد والروح القدس. آمين. ميكروفون. خلصنا كده قداس اللقان أو قداس المية، وقداس اللقان اللقان هو الحوض اللي بيتحط فيه المية، وكان الحوض ده بيبقى ثابت في الخرس الثاني في الكنائس القديمة ويبقى في الأرض.
وبعض الكنائس القديمة وفي الأديرة بنلاقي حوض اللقان. وقداس اللقان هو قداس تقديس الماء، وده بيتم 3 مرات في السنة، مرة في عيد الغطاس أو عيد المعمودية العماد، ومرة في خميس العهد، ومرة في عيد الرسل الأباء الرسل في شهر يوليا. وطبعا المرة الأساسية اللي قام بيها ربنا يسوع المسيح هي بتاعة خميس العهد. المية بتتقدس بالصلوات والقراءات والألحان ورشومات الصليب المقدس، عشان كده بيصير الماء ماء مقدس، وهذا الماء بيبقى موجود في الكنيسة، وطبعا ممكن يبقى ويانا في البيوت ناخده من الكنيسة يعني استخدامه، وبنقدر نستخدمه في كل مكان جديد بنيجي نستخدمه. يعني بشتري بيت جديد، بشتري محل جديد، بشتري شقة جديدة، رايح في مكان جديد، يفضل ان احنا نرشه بمية اللقان. وطبعا اي حاجة فيها كمان سفر، شنطة انا مسافر، ممكن ارشها بمية اللقان. مية اللقان لها قوة خدتها من الصلوات والقراءات الإنجيلية ومن الألحان ومن رشم الصليب، فصار مياه قوي قادر على طرد الأرواح الشريرة، وقادر على أنه يحفظ الإنسان. طبعا ممكن الإنسان يستخدمه، ممكن يستحم به، ممكن يستخدمه استخدامات لو في بعض أعضاء الجسد تعبانة ممكن يترشم به أو يدهن بالمية دهيت. المهم المية دهيت لها قيمة قوية في حياتنا وفي بيوتنا. طبعا احنا ظروفنا السنة دي يمكن مش كلنا موجودين في الكنائس، موجودين في كنائس البيت، ويمكن اللقان مش سهل عندنا، لكن هيبقى موجود في الكنائس، ممكن يستخدم وممكن يطلب في أي وقت للاستخدام. السيد المسيح في يوم خميس العهد استخدم المية كآخر درس يقدمه للتلاميذ، وده كان درس خاص عن التواضع، وقام وغسل رجلين تلاميذه. وزي ما كلنا نعرف ان بطرس الرسول اعترض، لكن المسيح رد عليه بإجابة مهمة جدا: لست تعلم ما انا فاعله الان، ولكنك ستفهم فيما بعد. حاجات كتيرة في حياتنا بتتم، ويمكن الظروف الحاضرة بتاعتنا برضو بنبقى مش فاهمينها قوي، لكن المسيح بيرد علينا وبيقول لنا كده: لست تعلم ما أنا فاعله الآن. يمكن اللي احنا شايفينه قدامنا، وإن بسبب انتشار العدوى أو الوباء الكنائس مغلقة، لكن لست تعلم ما أنا فاعله الآن، ولكنك ستفهم فيما بعد. لأن احنا عندنا ثقة إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. تفضلوا. سبحوا الله في جميع صاغ أوطي البول.
صفوف سبحوا بأوتار وهرمون سبحوا بصنوج حسنة النبي بوس إغري أبمر فين أولين انتيون
أبي أمي إن أمو إيهو لكاني أفقون نتشارف جن ما سيتيس وضع ربنا ثياب واشتد من دين وصب ماء في مغسل وغسل عرب تلاميذ أفئون هي سيمون بطرس إفئين أينان إيرات في بيغافناف جيني كيارت إبون شاينين تبيني فجاء أيضا إلى سمع بطرس ليغسل قدمي فقاله لست تغسل لي قدمي إلى أبد الأبد بجيب سوتير سيمون بطرس جي أنقى جي أنك بيتي قويمس ناك جي أيشي تيما ركبول إني إمونتك توينمي فقال مخلصنا لسمع بطرس أنا أقول لك إنه إن لم أغسل قدميك فليس لك معي نصيب بيجي سيمون من إم بن سوتين جيبا شويسي صد برسوس ومن أون نتشارف جيم ما باتو على نم نجيج نم اتقافي قال سمعا لمخلصنا يا ربي يسوع المسيح ليس قدمي فقط بل يدي وراسي نفتي اذبون اوهبقو اموش جي انك اي اوين نتشارف انثودين اوتين صامب شانوتين انتتين يا رد كنتين ارم وكان يعلمهم قائلا انا غسلت ارجلكم وانتم ايضا يجب ان يغسل بعضكم ارجل بعض طبيم بشوي سريقون انا شوي سنيودنا بسطولوس نمبيكيش بيسنا بما سيديس تفكان النوبين عنيبون اطلب من الرب عنا يا سادات الأباء الرسل الاثنين والسبعين تلميذا ليغفر لنا خطايانا.